تامر مرة أخرى يوسف أسامة نبيل. يوسف مبروك، مبروك كأس مصر، مبروك أول بطولة ليك. الحمد لله على كل شيء. ماتش كان صعب قدام فرقة محترمة، فرقة نفس التحدي آخر دقيقة، بس الحمد لله قدرنا نحسم الماتش، والكأس ده هيحط بيراميدز على يعني على طريق كويس، ممكن يحصل بيه بطولات كتيرة إن شاء الله. حط بيراميدز بطولات كتيرة، وحط بيراميدز وحط لاعبته وإدارته وأجهزته تحت ضغط كمان للفوز بالبطولات. عندك السوبر، مباراة النهاردة بتأهلك للسوبر المصري كمان. هو بيراميدز زي ما بيقولوا اتولد كبير، وبدأ هو طالع بدأ ينافس كل الفرق، الأهلي الزمالك بينافس، فلازم يتحط في الخانة دي، لازم يتحط في الخانة دي، لازم يطلب منه بطولة أو بطولتين أو ثلاثة في الموسم، لأن هو عنده سكواد من أحسن سكواد في مصر، فلازم ينافس على كل بطولة زي أي بطولة عادي. يعني عارف عمليه قيصريه سيزيريان، الحمد لله دي يعني ده تالت نهائي كاس ليا، خسرنا يعني كاس مصر خسرنا مرتين، مره ضد الاهلي ومره ضد الزمالك، الحمد لله التالته ثابته. انا عايز اقول ايه التالته ثابته الحمد لله. الفكره دي انا قايلها في الهواء قبل الماتش، والله قايلها في الماتش، قايل هتكون التالته ثابته ولا نشوف هتبقى عقده النهائيات هتكمل ولا لا. طبعا انت عارف لما بتقعد توصل نهائيات كل مره ما تجيش، فطبعا بيبقى في سنه خوف او سنه قله ثقه في الاول، وده كان ظاهر الشوط الاولاني شويه، لكن الحمد لله الرجاله كان الشوط الثاني متسيدين الشوط كله، الحمد لله جبنا جون في الاخر. واعتقد يعني واعتقد مصر كلها شايفه كده ان بيراميدز يستحق بطوله السنه دي. الفتره الاخيره بالذات النص الثاني من السيزون، من يناير لاخر السيزون، يعني الفرقه هايله، كل ما شاء الله لعيبه في فورم قاعدين، يعني كنا بننافس الدوري للاخر وراح مننا، لكن الحمد لله اعتقد اللعيبه دي تستحق، والنادي ده يستحق، والفرقه دي تستحق. مبروك، الف الف مبروك، وفرحوا فرحوا بالكاس. ربنا يخليك. طبعا انا مش عارف اقول ايه بصراحه من الفرحه، ربنا كلل مجهودنا طول السنه بالبطوله دي، يمكن ربنا رايد ان بطوله الكاس تتلعب ونكمل فيها الموسم ده عشان ناخدها، وربنا كان كاتبها لنا. كل اللعيبه، كل الجهاز، كل الاداره، النادي، الاداره كلها، كل الناس تعبت من اول الموسم لغايه النهارده، فاعتقد الحمد لله الحمد لله الحمد لله بطوله نستحقها من بدري. قولي مبروك يا توتا، قولي مبروك. كان عادي في المدرج فهم يشجعوك من اول موجودين، كل كانوا موجودين الحمد لله، وشهم حلو عليا. مبروك يا حبيبي، شكرا.